أكد ناجون من القصف على منطقة الزرقاء شرق مدينة غزة أن العشرات لا يزالون محاصرين تحت ركام المنازل المدمرة. تم انتشال عدد قليل من الشهداء وما زال بقية الشهداء والإصابات تحت الركام، وشباب الحي يحاولون إخراج المصابين والشهداء من تحت الأنقاض بأدوات بسيطة، ولكنهم سيحتاجون لوقت كبير حتى يصلوا إلى الشهداء والجرحى تحت الركام. أنا أبرام عنده 10 أنفار، وأخوه الثاني عنده 10 أنفار، ما عندناش حدا يعني مدنيين، ما احنا مدنيين يا عالم، مدنيين حسوا فينا فاطمة من شان الله.